الحوزة العلمية في النجف الأشرف. ذهب إلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج. بعدما أكمل مناسك الحج التقى برجل من سكنة المدينة فقال له: من أين أنت يا أخ العرب؟ قال له: من العراق. قال له: أين في العراق؟ قال له: أنا طالب في النجف الأشرف. فقال له: بعد أن تستكمل مناسك الحج هل ستعود إلى العراق؟ قال: بلى. قال له: لماذا لا تبقى عندنا في المدينة؟ نزوجك ونعطيك سيارة ونعطيك بيت وراتب وتتعلم وتتعمم إن شئت، بالإضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى فضلنا عليكم بعدة نقاط. قال له: بيش فضلكم علينا؟ قال له: جعل الكعبة يمنه وما خلاها يمقى، وخلى بير زمزم يمنه وما خلاها يمقى، وخلى يمنه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما خلاها يمقى، ما قالوا عالي، وخلى يمن دار الأرقم اللي أسسوا به الدعوة الإسلامية وما خلى يمكن. بعد انتش عندك راجع للنجف؟ جاوب هذا الطالب: خلي بالك وياي. قال له: إذا يمكم الكعبة وبيتكم زمزم، وإذا يمكم محمد يمن ابن العم، وعلي نفسه محمد بالنفس والروح، وقل لي الواحد على اثنين يتقسم. إذا يمكم الكعبة وبيتكم زمزم، وإذا يمكم محمد يمنى ابن العم أو علي نفس محمد بالنفس والروح، وقل لي الواحد على اثنين يتقسم. علي نفس محمد يشهد الإسلام، لأن لو ما علي الإسلام ما يسلم. علي نفس محمد يشهد الإسلام، لأن لو ما علي علي نفس محمد يشهد الإسلام، لأن لو ما علي الإسلام ما يسلم. علي نفس محمد يشهد القرآن، والقرآن ويا المرتضى أقلم. علي نفس محمد حتى بالأحكام، وش حلل وحرم حللوا حرم، وانت تريد عوف ولاية الكرار، واسكن بالمدينة هناك وتعلم. ولك انا ما اقول لك محمد بالغدير اش قال صلى الله عليه وآله سلم، وما اقول لك رفع يا شف وشعلك نار لان طاري علي يخليك تتلعثم، وما اقول لك محمد بالوداع اش قال صلى الله عليه وآله سلم، وما اقول لك رفع يا شف وشعلك نار لان طاري علي خليك تتلعثم، وما اقول لك محمد هو داح الباب لان دومك تمس ما تريد تتفهم، وما اقول لك محمد نفسه داح الباب لان دومك تمس ما تريد تتفهم، وما اقول لك اتبعت كيس كنت هناك لان عندي يقين مقلد الاعلم، وما اقول لك الطائف والنجف فدراي لان علم النجف كل يوم يتقدم، وما اقول لك اريد زيارة المختار ولا بدار الارقم امشي واتعمم، وتعرف ليش ما زور النبي المختار، وتعرف ليش دار الارقم تهدم، ولك تعرف ليش ما زور النبي المختار، وتعرف ليش دار الأرقم تهدم، لأن نفس محمد بالنجف مدفون، ولليعقوب هسه تحول الأرقم.